السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. اتشرف بوجودي معكم النهارده. ان شاء الله هنتكلم عن مرض بهجت او متلازمة بهجت. المرض ده اساسا تم اكتشافه سنة 1937 بواسطة دكتور تركي. هو عبارة عن مجموعة من الاعراض. المجموعة من الاعراض دي بتصيب تقريبا معظم اعضاء الجسم، لان المرض ده بيصيب الاوعية الدموية يعني الشرايين والاوردة. المرض ده اساسا بيصيب المناطق اللي هي في الشرق الاوسط او اسيا، لكن مش موجود في اوروبا ولا الولايات المتحده الامريكيه. المرض ده بيصيب الذكور والاناث، ولكن بالنسبه للذكور وخصوصا سن العشرينات والثلاثينات بيبقى اكثر قسوه وحده. المرض ده بيجي زي ما اتفقنا هو مرض ذاتي مناعي، يعني اساسا الجسم بيحارب نفسه، وبالتالي المرض ده بيجي له فترات سكون وفترات نشاط، لكن مع الأسف بيستمر زي ما قلنا مزمن، بيستمر مع المريض طول عمره. احنا بنشك في المرض ده لما نلاقي واحد عنده قرح بالفم. القرح دي بتبقى مؤلمة، بتبقى واحدة أو اتنين أو أكتر، وبتبقى إما سطحية إما عميقة، لكن ما بتسيبش أثر يعني في الفم. في قرح تانية أيضا بتصيب المريض اللي هي قرح تناسلية حوالين فتحة الشرج وحوالين الأعضاء التناسلية. القرح دي برضك بتيجي يا إما واحدة أو اتنين، ولكن بتبقى أقل تكرارا من القرح الفم، وبرضك بتبقى مؤلمة ولكن بتسيب ندب، إنما قرح الفم ما بتسيبش ندب. أيضا المرض ده بيصيب الجهاز الهضمي، بيعمل آلام في البطن، غثيان. المريض ده أساسا بيبقى عنده سوء هضم. أيضا بيصيب القلب وخصوصا الغشاء التاموري اللي مغطي القلب. المريض ده أساسا برضك بيجيله طفح جلدي، يعني الطفح الجلدي ده عبارة عن حبيبات مؤلمة وخصوصا في الساقين، بنسميها إريثيما نودوزا. ساعات بيحصل برضك التهابات في العين. التهابات العين دي بتبقى بيكتشفها دكتور العيون، هي عبارة عن التهاب في القرنية أو التهاب في القزحية، وساعات بيحصل شوية صديد في الحجرة الأمامية للعين، أو ساعات بيحصل التهابات في الحجرة الخلفية للعين، وده بيؤدي إلى طبعا ضمور في العصب البصري وضعف في الإبصار، وطبعا الرؤية ما بتبقاش جيدة. طبعا في بعض الحالات المريض ده بيجيله مشاكل في الرئتين، لأن بيؤثر برضك على الشريان الرئوي. في اختبار معين احنا بنعمله عشان نعرف إذا كان المريض ده عنده بهجت ولا لأ، وهو اختبار حساسية الجلد. بنشك بإبرة معقمة الجلد، وبعد 48 ساعة بنشوف مكان الشكة. لو لقينا فيه حبيبة معناها إن الجلد ده حساس زيادة عن اللزوم، وده الاختبار ده اساسا بنميز بيه مرض بهجت. من ضمن العوامل اللي احنا اساسا بن او السمات الرئيسيه بتاعت مرض بهجت، بنقول اول حاجه لازم المريض ده يكون عنده تقرحات بالفم وتكون متكرره. دي اهم ميزه عشان اشخص مرض بهجت. الحاجه الثانيه لازم يكون في عاملين مهمين أو أساسيين عشان أشخص مرض بهجت. من ضمن أربع عوامل، يعني الأربع عوامل دول تقرحات الأماكن الحساسة، العين وإصابتها، الجلد اللي هو الاختبار التحسسي، أو اللي هو أساسا الطفح الجلدي زي ريثيما نودوزا. لو في اتنين لقيتهم موجودين مع المريض اللي عنده قرح بالفم، يبقى ده مؤكد عنده مرض بهجت، لان مفيش اختبار معين بعتمد عليه. وبالتالي انا لو لقيت فيه تقرحات بالفم ومعاهم اتنين من السمات الاساسية للمرض، بشخص ان ده مرض بهجت. مع الاسف المرض ده اساسا ملوش علاج، ده مرض ذاتي مناعي، وبالتالي احنا بندي كورتيزونات سواء كانت جل للفم او بندي ساعات كورتيزون اقراص
او ساعات ندي ادويه للمناعه زي الازاثيوبرين، وساعات بندي ادويه تانية زي الانفليكسيماب، وفي بعض الاحيان بندي طبعا مسكنات عشان المريض ده طبعا بيبقى متألم، واساسا بندي فيتامينات لان المريض ده اساسا يعني زي ما اتفقنا فيه عنده عسر هضم وسوء هضم وكده. المريض ده بندي له بردك اقراص كولشيسين، الكولشيسين بيجيب نتيجة كويسة مع المرض ده. في بعض الاحيان بندي اقراص دابسون برضك بتدي يعني نتائج. زي ما اتفقنا هو المرض ده اساسا ملوش علاقة بالاورام السرطانية، وان المرض ده اساسا مرض مناعي ذاتي. الخطورة كلها بتيجي من العين او من المخ، لانه برضك ساعات بيصيب المخ وبيعمل نوع من انواع الامراض العقلية او الجلطات في الاوعية الدموية بتاعت المخ. أرجو أن كنتم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.